خصهم دوما التربيه والتكوين هذا يجب على الانسان سيري هو قانون يخص مجال التربيه ومجال التكوين عندما نتحدث عن التربيه نتحدث عن التربيه بشقيها النظامي وغير النظامي عندما نتحدث عن التكوين طبعا نتحدث عن التكوين المهني بجميع اصنافه التكوين في مراكز التكوين المهني والتكوين في مراكز التي تعد مهن التربيه والتكوين في هذا الاطار اريد ان يعني اضع ترابطا معينا بين قانون الاطار وما سبق عندما نتحدث عن الاسس التربويه نتحدث عن المرجعيات يعني من اين اتينا بهذه الاسس ما هي الوثائق المرجعيه نتحدث عن المرجعيات يعني الوثائق المرجعيه طبعا المرجعيه الكبرى هي الدستور المغربي هذا ما لا شك فيه اوكي عندما نتحدث عن من اين اتى هذا القانون الاطار هي محتويات القانون الاطار ومقتضياته في الحقيقة يجب أن نعود حتماً إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين. هذه مسألة يجب أن يعني أن تكون حاضرة في أذهاننا أن كل ما يوجد الآن في قانون الإطار للتربية والتكوين هو في الحقيقة يستمد أصله من الميثاق الوطني للتربية. لماذا؟ لأن أول وثيقة توافقية تخص التربية في المغرب هي الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 الذي طبعاً الحال استند يعني وجوده من يعني اجتماعات اللجنه الملكيه سنه 1996 وبالتالي كان هناك توافق حول ما يوجد في هذه الوثيقه، اهم ما يوجد في هذه الوثيقه بالنسبه لنا الفاعلين التربويين هو يعني وثيقه شامله ولكن خصوصا فيما يتعلق بالغايات، لما نتحدث عن الغايات عندما نتحدث عن الغايات نتحدث عن فلسفه التربيه الخاصه بالبلد التي تفرز هذه الغايات. وهذه الكلمة البسيطة التي نتحدث على فلسفة التربية الخاصة بالبلد أو الغايات هي ليست كلمة بطبيعة الحال بسيطة جدا لأننا نتحدث عن الإنسان المغربي الذي نبتغيه في المستقبل ما هو ملمح الخروج ما هو الإنسان المغربي الذي نبتغيه لأنه في الحقيقة هذا هو الهدف من التربية صناعة الإنسان طبعا قبل الميثاق لم تكن هناك نص لم يكن هناك نص يعني فيها التوافق لما نتحدث عن التوافق فهو توافق مجتمعي وربما بين مزدوجين يمكن ان نقول انه توافق سياسي لان كانت عده اطياف حاضره ولذلك ربما حتى في صياغه الغايات في صياغه الثوابت دائما الثوابت تكون حاضره ثم نتوجه الى الغايه انسان متشبث بثوابت هويه ومنفتح في نفس الوقت ومسكين الى اخره هذه واحد الغايه انا بسقيها فالقانون الاطار عندما يعني نتحدث عن قانون الإطار فيما يخص الغايات فهو بالضرورة أن يعود إلى هذه المرجعية. طبعا هناك رؤية استراتيجية التي يعني نسخت هذه الغايات الموجودة في الميثاق ولا تستطيع أن تغير في الغاية كما قلنا لأنها نتيجة توافق. لما نتحدث عن العناصر الأخرى فيما يخص التربية نتحدث عن الأهداف المرامي الأهداف المحتويات يعني نتحدث عن البرامج يعني كل ما يتعلق بالمنهج الدراسي وأسسها جميعا موجودة في بيتا ثم بعد ذلك الرؤية إذا أردنا أن نقوم قبل أن يعني أن نفصل فيما هو التربوي أن نقوم بنظرة كرونولوجية ونفصل بين الأشياء هذه الوثيقة المرجعية هي ربما هي وثيقة توجيهية ولكن وثيقة تنزيلية لما هو تربوي في المغرب بعد الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو الكتاب الأبيض هذا يجب أن ننتبه إليه كذلك الكتاب الأبيض سنة 2002 هو الوثيقة التي تحدد لنا ما سندرسه وما سنربي عليه يعني ما يتعلق بالمناهج وبالتكوين وبكل التفاصيل هذه الوثيقة الكتاب الأبيض هو صادر عن وزارة التربية الوطنية إذن هنا نتحدث عن الصبغة يعني التنفيذية أو التنزيلية لأن ما الذي يلزم الميثاق بالتنزيل هو الكتاب الأبيض كانت هناك طبعا عدة فاعلين نتحدث على أن الميثاق كان وثيقة على مستوى الصياغة مستوى التصور وثيقة متقدمة طبعا لأن كان من المبادئ الأساسية التمركز حول المتعلم تحدثنا فيه عن الإنصاف تحدثنا فيه عن سياسة لغوية تحدثنا فيه عن كثير من الأشياء طبعا المجلس الأعلى للتعليم قبل تغيير اسمه إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين يعني كان المجلس الأعلى للتعليم هو يعني مؤسسة ليست مؤسسة حديثة ولا مؤسسة قديمة ولكن وقع فيها عدة إصلاحات إذا نتحدث عن تقرير سنة 2008 اللي غادي يتحدث فيه المجلس الأعلى للتعليم عن أن تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين مازال يعني متعثرا عندما نتحدث عن السياق ماشي لأن كان مسموح قانون الإطار
دان هاد 900 ديال التنزيل يعني كان ديال عشريات الاصلاح 2009 هاد العشريات الاصلاح كان فيها واحد 900 تالي 900 عن طريق تقرير عدوا مجلس اعلى للتعليم نتيجه طبيعه الحال دراسه حاله لما يوجد في الميدان. غادي يجي لنا المخطط الاستعجالي 2009 2012 وهذا هو ديال وزاره يعني ديال وزاره التربيه الوطنيه. سياتي بعده كذلك تقرير هنا مجلس اعلى للتربيه والتكوين سنه 2014 مجلس اعلى للتربيه والتكوين سنه 2014 بالنسبه الى هذا المخطط الاستعجالي لم يعني يتم تسريعه ربما راه حتى المستوى السياسي من مزدوج باش نخرج على التربوي. تقارير ديال مجلس اعلى للحسابات تتحدث عن الخروقات التي شابت تنزيل المخطط الاستعجالي وبالتالي المخطط الاستعجالي تعثر كذلك. التعثر ديالو نتيج عن ماذا؟ نتيج عن ربما مشاكل في الحكمه حتى على مستوى البرمجه كانت ربما كان له طموح اكثر من قدرته لا على مستوى الزمن ولا على مستوى التخطيط. يعني ثلاث سنوات لتنزيل مخطط استعجالي بميزانيه ضخمه ليس بالامر السهل. هنا ستاتي الرؤيه الاستراتيجيه. هذه الرؤيه الاستراتيجيه الصادره عن المجلس الاعلى للتربيه والتكوين هي طبيعه الحال مؤسسه استشاريه ولكن هناك وثيقه اخرى ونص اخر ملزم لتنزيل الرؤيه الاستراتيجيه وحافظه المشاريع المندمجه لتنزيل الرؤيه الاستراتيجيه صادره عن وزاره التربيه الوطنيه سنه 2016. ثاني هناك انزال لتنزيل الرؤيه الاستراتيجيه. اذا هنا عندما نتحدث عن السيروره ديال الرؤيه ثم كاين هناك نص التنزيل هنا نتحدث عن ربما العناصر التي فرضت ان يكون هناك قانون اعطاء. هو ربما جاء في المداخله السابقه مساله ديال الزمن السياسي تعاقب الوزراء. ربما المغرب كان منتبها لهذه المساله اننا اذا اردنا ان نتوجه الى سياسه تربويه سليمه ومبنيه يجب ان تكون سياسه مستمره. كيفاش نجيب رؤيه استراتيجيه فيها 15 سنه وكل وزير سيتدخل ويغير من النص التنفيذي. اذا كان لابد هناك من اطار عندما تحدث عن اطار تكون انتبه للكلمه هناك اطار عام كما ندخل في المضامين ديال دائما وثائق مرجعيه. هذا القانون الاطار هو يعود للمرجعيه. لماذا المرجعيه سيعود اليها؟ لانها تنبني حاليا على تعاقد سابق في الميثاق الوطني للتربيه والتكوين تعاقد مجتمعي سياسي والتعاقد الثاني اللي هو تدخل التوجيهات الملكيه التالي في الرؤيه الاستراتيجيه. اذا هنا لكي نظل دائما في اطار يعني بنائي. ما لوحظ خصوصا مثلا عندما نعود الى التقرير ديال مجلس اعلى للتربيه والتكوين سنه 2018 الذي يتحدث فيه عن مدرسه العداله الاجتماعيه وينبه فيه مثلا الفوارق بين المجال القروي والمجال الحضاري. اذا هنا خصوصا في التقرير بالذات ننتبه الى ان ربما نبه فيه المجلس الى ان هناك عده متدخلين فيما يخص مجال التربيه. يعني لما كتحدث مثلا عن الفروقات بين المجال القروي والحضري في التربيه هذه مساله تتجاوز قطاع متعلق بالتربيه الوطنيه. اذا هناك قطاعات اخرى تتدخل. هذه التفصيله مثلا بالذات كان لابد ان يكون هناك قانون اطار يلزم بقيه المتدخلين في الحكومات. يعني هنا هذا هو العنصر الموجود في القانون الاطار. لان في السابق كل ما يخص التربيه يركز بشكل كبير على وزاره التربيه الوطنيه. هنا قانون الاطار تحدث عن اجل ثلاث سنوات لان توضع هناك نصوص تنظيميه او نصوص تنفيذيه ومراسيم لتنزيل ما تقتضيه هذه الرؤيه. هنا الرؤيه تحدثت مثلا اذا اردت ان اتحدث بشكل دقيق كالسابق عندي مساله ديال التعميم. الميثاق الوطني جاء بالتعميم. كان عندي المشكل الكبير هو تعميم التندروس. يعني التندروس كان عندي مشكل ديال التعميم. تجاوزنا التعميم. هنا نتحدث عن الانصاف وعن الجوده. يعني هذا الشيء هو كيف التقارير ديال العلوم. يمكن العوده الى تقارير المجلس الاعلى للتربيه والتكوين على الاطلس على هما يتحدثون. يعني كان اصبح هناك تقييم الحاله لانه وصل الى درجه ان حتى المجلس الاعلى للتربيه والتكوين يتحدث عن تقييم حتى الرؤيه. قل ان الرؤيه لن تصل الى اهدافها. وهذا حتى في القانون الاطار على المستوى التربوي اصبح هناك الزاميه تقييم المنظومه بشكل دوري ومستمر. كل ثلاث سنوات يعني بشكل معدل كل ثلاث سنوات سيخرج تقرير. وهذا التقرير بناء على مؤشرات ودراسات ميدانيه يتحدث عن ما هي المؤشرات يعني التي تم تنزيلها. يعني تتبع ديال تنزيل الرؤيه الاستراتيجيه المشاكل التي شهدت على المستوى التربوي وان مساله الانصاف لا زالت تراوح مكانها. نظرا لما سنتحدث عن الاجراءات الحقيقيه. وزاره التربيه والتعليم مثلا تحاول
انا اتفق يعني في مستوى المجال القرامي اتوظف واحد عدد كبير من الاساتذه لكي تتجاوز مساله يعني الاقتضاب ان توفر موارد يعني بشريه، ولكن دائما هناك اشكاليات تدخل بقيه القطاعات، وهذا الذي يعني اتحدث عنه. مساله ديال مراجعه المناهج كذلك، كانت النقطه التي اريد كذلك التحدث عنها في قانون الاطار، ان المناهج يجب ان توافق يعني المستجدات الموجوده في الساحه. ربما اعود الى التقييمات الدوليه التي شارك فيها التلاميذ المغاربه على مستوى اللغه وعلى مستوى الرياضيات والعلوم، اخرها يعني التقويم الدولي بيزا التي يعني تعثر فيها التلاميذ المغاربه. هنا التعثر بعض الحال كون الاسئله تطرح حول التقييمات، مدى سجديتها او مدى مصداقيتها او مدى توافقها مع النموذج المغربي، ولكن عندما تعود للتقييمات في عمقها فهي في الحقيقه في النهايه تقوم يعني جانبا موجودا تم تاسيسه في النظام التربوي المغربي، هو ما نتحدث عن مدخل الكفايات. اذا اعود الى مدخل الكفايات هنا، القانون الاطار عندما يتحدث في جميع ابوابه ومورده يتحدث عن التمركز على المتعلم، عن مدخل يلا يخرج عن مدخل الكفايات، ومدخل التربيه على الاختيار، ومدخل القيم. هذه ثلاث مداخل اساسيه موجوده في الكتاب الابيض الصادر عن الميثاق. اذا دائما هناك استحضار للكفايات، يعني ان المتعلم يجب عليه ان يدمج مجموعه من الموارد المعارف التي يمتلكها ليحل وضعيه مشكله في الحياه اليوميه. هذه وضعيه المشكله في الحياه اليوميه تحيلنا على الجانب المهني وليس فقط المدرسي. اذا مدخل الكفايات هو مدخل اساسي في رؤيه قانون الاطار. مدخل القيم يعني يعود دائما الى القيم الكونيه والقيم المغربيه المتعلقه بالعقيده الاسلاميه والنظام الملكي بطبيعه الحال، نعود الى المرجعيه الدستوريه. والتربيه على الاختيار ربما في الموازاه مع قانون الاطار، مراجعه المناهج يعني منهج مثلا في التعليم الابتدائي المنهج الجديد يتحدث عن ثلاث اقطاب: قطب اللغات، قطب الرياضيات والعلوم، وقطب السلوك المدني. اذا هنا السلوك المدني هو ربما هنا موضوع قانون الاطار وموجود في اصلاحات تربويه بالموازاه مع القانون الاطار. هذا ما اردت قوله لكي لا الشعب كثيرا، ان القانون الاطار هو في النهايه قانون يحاول ان يؤطر تنزيل مقتضيات تربويه سابقه، وهذه المقتضيات فيها مجموعه من يعني التفصيلات او مجموعه من النقاط المتقدمه على مستوى الطرح. عندما نتحدث عن تربيه دامجه، يعني تربيه يعني تمتص بطريقه لا توجد فيها قطائع ولا يوجد فيها طرد ولا يوجد فيها اقصاء الفئات الخاصه او الفئات التي تعاني من حالات خاصه الفئات اللي في وضعيات اعاقه او في وضعيات خاصه. اذا انا هنا اتحدث بطبيعه الحال بغض النظر عن الاكراهات التنزيل، اتحدث عن تصورات نظريه والنصوص الموجوده. اذا اردت كذلك ان اتحدث عن ما يتعلق بتنزيل هذه المقتضيات التربويه في الموازاه مع قانون الاطار، يمكن مثلا على مستوى التعليم الابتدائي لاول مره يكون هناك اطار مرجعي للاقسام مشتركه. مستوى النص